فهاد الفيديو هذا غادي نتكلموا على واحد جوج النقط مهمين جدا. النقطه الاولى هي الاعلام الاسباني تيقول لك سيدي امريكا اعطت المغرب صواريخ باليستيه لا يستحقها، واتهمت الرئيس الامريكي بالخيانه يعني خانها. والنقطه الثانيه بين نتكلموا على ان المغرب رفض واحد الزياره ديال واحد الوفد فرنسي برلماني رفيع المستوى، غادي نشوفوا علاش، وغادي نشوفوا علاش رفض المغرب وعلاش عنده هاد الجراه وعلاش بالضبط قام بهاد الخطوه هذه اللي غادي تقلق فرنسا بزاف. اذا خبرين هامين جدا غادي نحاولوا نهضروا عليهم. فبالنسبه للنقطه الاولى تنعرفوا بان ديك الصفقه ديال هيمارس ولا هايمارس ولا المهم كل على حساب حيت هي بالانجلي ما بالعربيه كل واحد كيفاش يقراها. فهاد الصواريخ اللي هما ارجو مازال هاد الصفقه هادي تتسيل المزيد من المداد عالميا، خاصه من عند الاعلام الاسباني اللي صراحه خرج على حدود اللياقه وبدا تكيل اتهامات يمنة ويسرة، ما كاين يشير ما كاين يعطي، وعطى واحد البغض يعني خرج واحد البغض منقطع النظير. يعني هاد هما في الصراحة هاد الصواريخ هادو عبارة عن 18 منصة، هاد 18 منصة اللي خداها المغرب وهي جد متطورة وعندها واحد القوة انها تقذف يعني 118 صاروخ في دقة واحدة. يعني تخيل دابا مثلا انت تصيفط 118 118 118 في كل ضربه تضرب 118 صاروخ في دقه واحده، فهذا تيدل على ان عندها واحد القوه هجوميه شديده جدا. ولكن الاعلام الاسباني يوميا كيخرج وتنشر شي قصاصات يوميا يوميا تيخرج بقصاصات ضد المغرب. علاش؟ لانهم ما بغاوش ان المغرب يكون عنده واحد التفوق عسكري اللي غادي تيبرزهم، وتتكلموا على المغرب على انه عدو. يعني تي بصراحه تيقول لك اودي راه المغرب عدو، وبحال راه المغرب غادي يجيو يضربهم ديك الساعه داك، بحال راه واحد النهار غادي يضربهم بهذيك الاسلحه في اول فرصه غادي تسنح ليه غادي يضربهم بهذيك الاسلحه. بطبيعه الحال المغرب راه ما يمكنش، لانه بطبيعه الحال دائما المغرب هو كيف تنقولوا بحال بحال اسبانيا، اسبانيا عدو عاقل، المغرب راه عدو ديالهم هو عاقل، ماشي بحال الجزائر، الجزائر عدو مفروح طاير ليه الفريخ. لهذا فالاعلام الاسباني بقى كل نهار تيقول لك اودي راه حنا اسبانيا ولات اصبحت مكشوفه امام صواريخ المغربيه، وتيضل تيكتب تيضل تيكتب، حتى انهم وضعوا سيناريوهات لانه المغرب كيفاش غادي يحاول يضربهم. يعني ولاو تيضربوا غادي يطيح واحد العدد ديال الصواريخ في مالاغا، واحد عدد الصواريخ في برشلونه، واحد عدد الصواريخ كذا غادي. يعني تيقول لك اسيدي الا تحط تحطوا دوك المنصات في طنجه، ها المدى اللي غادي يوصلوا ليه، وها المدن اللي غادي يضربوه. يعني بطريقه اخرى تيحاولوا ما امكن انهم يخلعوا الصبليون، يخلعوا الصبليون من المغرب. ولكن الحمد لله انهم واخا تيقولوا هذا الشيء راه تيتهموا بالجزائر لان هي اللي خلقت هذا السباق التسلح، وهي اللي دفعت المغرب على انه يمشي في هذا الاتجاه لدرجه انه اقتنى اسلحه اللي هي جد متطوره. إضافة إن الإسبان هما فرحانين فرحانين لهذا داك السباق التسلح اللي كانوا داك الدبزة اللي كانت واقعة وداك الشنآن اللي كاين بين المغرب والجزائر، ولكن هو انقلب عليهم ولو دابا طال عليهم الدم منه. علاش؟ لأنه هو سبب في أن المغرب مشى في اتجاه ديال التسلح ديال أنه يولي قوي. وأضاف هذا الإعلام هذا قال لك أسيدي المغرب مازال تيستعد باش يجيب صفقات أخرى في المستقبل، وغادي يولي غادي يولي هما من غير اللائق انهم يقارنوا راسهم بالمغرب، بحيث ان المغرب غادي يولي متفوق عليهم بعده مراحل. يعني درس انهم خايفين، قال لك سيدي راه حنا دابا راه في هذه المرحله هذه راه متفوق علينا، فبالاحرى من هنا لقدام غادي يولي متفوق علينا اكثر فاكثر. فلهذا قبل كانت فرحانه صبليون، قالت لك سيدي مزيان المغرب مشغول على سبته ومنيليا وعلى كذا بالجزائر وكذا وكذا، ولكن في الاخر كي قلت لكم اكتشفت ان اشتغاله هذا جعلوا انه يستعد عسكريا لاي حرب محتمله مع الجزائر، لدرجه انه اصبح متفوق على اسبانيا نفسها. فكيف قلت لكم اسبانيا عدو عاقل، ولكن الجزائر عدو احمق، احمق مفروح ما تعرفش التفاوض، لا يعرف التفاوض، وقد يجر المنطقة بين المغرب وكاع تقريبا شمال افريقيا
قادر يجرها لواحد الحرب التي لا تحمد عقباها اللي غادي ترد الجميع واحد القرون الى الوراء. يعني ما غادي يبقى حتى واحد فينا صراحه، لانه هما بطبيعه الحال عندهم حلفاء ديالهم غادي يزودوهم الصواريخ ديالهم، وحنا عندنا سميتو الحلفاء ديالنا غادي يزودونا بالاسميتهم بالصواريخ حتى حنا، وغادي حنا نضربوهم وهما غادي يضربونا، وحنا نضربو لهم كاع داكشي اللي مقدرات ديالهم وما غيضربو لنا المقدرات ديالنا. يعني اون جينيرال الحرب ما فيها لا رابح ولا مربح ولا منهزم. علاش؟ يعني فاش تكون الحرب مباشره ما تيكونش فيها الرابح، تيكون رابح شي شويه ورابح ومنهزم شي شويه، اما بجوجهم تيكونوا منهزمين. علاش؟ لانه على العموم دابا علاش امريكا ولات تدير ديك الحرب بالوكاله، تتبي تحارب مثلا مع شي دوله يعني كتجهز جماعات في وسط هذيك الدوله انها تحارب الدوله، او لا تدير شي دوله اخرى تحارب مع هذيك الدوله في بلاصه الامريكان باش ما تحاربش هي، وهي تتمول هذيك الدوله، لان ولات هذه دابا كيف تنقولوا الحرب من الجيل الخامس. فكيف تنعرفوا دول اوروبيه ديمقراطيه شو ولات تدير دابا عوض كاين شي حوايج تبغي تقولهم ولكن ما كتقدرش، لان جهات رسميه تيكون عندها ضغوطات، يعني ممكن باش انها داكشي يحسبوا عليها، ولكن بما انها تعتبر راسها ديمقراطيه فتدفع الاعلام ديالها هو اللي يقول ديك الهضره اللي عجزات انها تقولها على تقولها هي. فحاليا دروك داكشي اللي ما قداش تقولوا اسبانيون الجهات الرسميه في اسبانيا دابا تيقولوا اسميتهم الاعلام ديالها. فهذه بالنسبه للنقطه الاولى حنا هضرنا فيها. بالنسبه للنقطه الثانيه، النقطه الثانيه هي ان الخارجيه المغربيه لغات واحد الزياره ديال الوفد برلماني فرنسي، فالغاتو قالت له ودي ما تجيش الله يعاونك سير الله يعاون، ما تلاش بغاتو يجي يدير الزياره للمغرب. فهذه واحد السابقه من نوعها تاريخيا اللي جعلت ان المغرب تنقص من قيمه ديال فرنسا، صدمها صراحه. علاش؟ على صدمها لان هذه كامل نتيجة ديال داك التبرهيش ديال الرئيس الفرنسي ديال ماكرون، تيدير شي تبرهيش ما خدامش وتيحارب المغرب بطريقة أو بأخرى. فالمغرب بات متيقنا بأن فرنسا هي سبب المشاكل ديال المغرب مع الجوار ديالو ومع العالم كامل وحتى مع الاتحاد الأوروبي. يعني المغرب تيقن بأن فرنسا تتحاربو في الخفاء من وراء الستار، فلهذا الغاء ديك الزياره. وهذا الخبر هذا راه كانت نشراتو ديك افريكا انتليجنس، وهي راه واحد المجله متخصصه ولها واحد باع طويل وعلى في العلاقات الدوليه وعندها واحد المصداقيه كبيره. فغالبا المغرب عرف بان مسبقا بان هذا الوفد البرلماني يا اما كامل يا اما شي وحدين فوسطو هما اعضاء سبب الحقيقي اللي يشعل فتيل ديال الخلافات مع فرنسا. يعني كاين في وسطهم ناس اللي تضربوا في مصالح المغرب بطريقة او باخرى، اما تتخلصوا من الجزائر وتتخلصوا مع اسبانيا ولا هما منداتهم من نفسهم ولا مدفوعين من ماكرون على هذا السبب هذا باش ان المغرب رفض الزيارة. فغادي نجيو نحللوا الرمزية ديال هذا الرفض، غادي نلقاو بان رمزية الرفض جات ضد برلمان فرنسا. علاش؟ لانها رساله بان المتسبب في الازمه مع البرلمان الاوروبي هو هذا البرلمان الفرنسي، بحكم ان هذا البرلمان الفرنسي هو عضو في البرلمان الاوروبي، هو اللي كان تيصوت ضد المصالح المغرب ومع دوك القرارات اللي كانوا يدينون المغرب، وهم اللي وراء دوك الاتهامات اللي كانوا تكال ضد المغرب اللي ما يعرف بديك مروكن جيت، ديك الفضيحه المغربيه عندهم هما دابا تيقولوها. يلا دابا دا سي ماكرون فكها يا من وحلتيها ما شاء الله وصافي، في الاخر تيبدا تيبكيو. يلا شكرا، وديما مغرب والصحراء مغربيه الغربيه والشرقيه. السلام عليكم.